الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. البكاء على سيد الشهداء عليه السلام، فكل قطرة دم هي معجزة لسيد الشهداء عليه السلام. فرغم مرور السنين والأيام لا تزال مصيبته إلا تجددا. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مرت الدهور تجدد. وهذا يرجع إلى الحرارة الحسينية الموجودة في قلوب المحبين المحترقة بمصاب سيد الشهداء وسليل الأولياء عليهم السلام، التي أشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله بقوله: إن قتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبرد حرها إلى يوم القيامة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا هل نحيا زهرة على منه تنوحين؟ نوحش على المسموم لو نوحش على حسين. حنت ونادت والدمع عالخد بادي. تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ظل ماضي ببادي. كل العزا والنوم على حسين، أبشي على أولادي فنوا بالسيف والسم، وأبشي على أبوهم غتيل بن ملجم. وإن شان بالله تسألوني ياهو الأعضاء، كل المصايب هونتها مصيبة حسين. أبشي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وانا انصبيت العزاء ليهم وسط القبور. ونسيت ضلعي اللي بصير للباب مكسور، كل العزا والنوح والصيحة على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غار. خذت كل الأهل، ما كني من أهلك يا أبويا، ولو عفيتني من الحزن أهلك. يا لي حنين تخاف من السفر أتعب، وعلي فرقتك من المرض أصعب. بالك يم كانوا خايفي عليا، تظن على السفر
يا ابويا ما بيا تحلي لون وجهي ورعشتي الدهية دخيل قريبك يشقد حاوي حنية دخيل قريبك يشقد حاوي حنية حسين ضمني بأمانك حسين في دول حنانك حسين في دول حنانك خذيت قلبي ومشيت أرد أسألك قيلي شي ضرك لو خذت ويا القلب كيلي بعد ما بي صوت الفرقتك أنحب وعلي فرقتك من المرض أصعب نعم شاحب صبح من المرض لوني لكن جربني شوف على السبي شلوني نعم شاحب صبح من المرض لوني لكن جربني شوف على السبي شلوني اسمي فاطمة ومجهزة متوني خلي اللي يضربه أمك يضربوني خلي اللي يضربه أمك يضربوني حسين ومجهزة دايا حسين لحبال وما يا حسين لحبال وما يا القلب عنك يا بويا شحمل فراقة البعد أصعب علي من صعدة الناقة علي لو لكن أقدر عالجمال أركب وعلي فرقتك من المرض أصعب خذيت كل الأهل ما كني من أهلك يا بويا ولو عفت من الحزن أهلك يا لحنين تخاف من السفر أتعب وعلي فرقتك من المرض أصعب